كيف تعطين أورهان للسيدات مالهن؟ كيف تسمحين لهم بالذهاب؟ إن سوغوت تغلي الآن، كيف ترمين ابن أخي في الخطر؟ السيدة مالهن هي والدة أورهان، كيف سأقول لا؟ هل ستفكر به أقل منك؟ من يفكر بابنه لا يقول كلاما فوق كلامي ولا يستحق النفي. لا تدافع عن مالهن أمامي. ماذا أفعل؟ هل أدافع عنك؟ أم عن الوزير؟ إنهم يفترون على أخيك وأنت تصدقهم، هل أقول لك أحسنت؟ أمك وأخواتك في خطر وأنت لا تفعل شيئا، هل أربت على ظهرك؟ دخل المغول إلى سوغوت سيد غوندوس ولا تزال لا تخرج عن كلام الوزير. ماذا تريد أن أقول لك يا غوندوس؟ كفى، لا أود أن أسمع كلمة واحدة. عائشة، إن رف جفن لأورهان أحرق العالم يا عائشة. غوندوس، أي طفل يلقى الطمأنينة بعيدا عن أمه؟ ما لم تتراجع أنت عن قرار النفي، فالسيدة مالهون لن تعيد أورهان إلى القبيلة، اعلم هذا. تراجعت عنه عائشة، ومنذ زمن. لا يمكنني أن أترك ابن أخي، ما دمت لا أستطيع أن أحمي أمي وأخواتي خارج القبيلة، فليأتين إلي وليقفن هنا إلى جانبي. سينوين التفرقة ولا يقفن عاقلات، أعلم، لكن لابد لي أن أجد حلا. يكفي أن يكون أورهان إلى جانبي وتكون أرواح أمي وأخواتي بخير. بأمان الله يا شيخي، إن لم نذهب إلى القبيلة سنكون قد خنا أمانة سيدي. يليق بكن أن تحافظن على الأمانة يا ابنتي. حتى ولو تواجهنا مع غوندوس فعودتنا ستكون جيدة. وأمي تعافت، الشكر لله. الحمد لله. السيد غوندوس ارتكب خطأ في البداية، والآن هو يحاول أن يتلافى خطأه، كما أن أورهان سيكون أكثر أمانا هناك. تقول الصواب شيخي، لكن لا أثق بالسيد غوندوس، أظنه يلعب لعبة. لا يعلم ما في القلوب إلا الله يا ابنتي، نحن سنتخذ التدابير ونأمل أن تكون نية سيد غوندوس خالصة. إن شاء الله شيخي، إن شاء الله. كن في أمان الله. وأنت؟ أنا ممتنة لما فعلته. وأنت تعتبرين ابنتي أيضا يا ماري، كوني في أمان الله. بالتأكيد، إنها ابنتنا الآن، سمعت كلامنا عندما التقينا وتزوجت سيدا تركيا.
العقبة لبقية بناتنا إن شاء الله. لنذهب إذن شيخي. هيا أمي. روغاتوس، طرقنا تفترق هنا، طريقك إلى إذنك. سأنتظركم في الجزيرتين سيد عثمان، أتمنى أن تنقذوا ذلك الأحمق نيكولا. إن شاء الله ليفتح طريقك. لا يستل أحد سيفا، وإلا ستصبح ماري أرملة. واه، ماذا يقال لمن يموت أخوها؟ سأقتلك. ماري أصبحت زوجتي الآن، انتبه لتصرفاتك معها. سأجعلك تدفع ثمن ما فعلته بماري غاليا يا نيكولا. أصبحت أرمان كايالي ملكي. هيا. أيها الجنود، هجوم! لقد اجتهدت كثيرا كي لا يحصل هذا لكن، لأنكن تبعتن عناد عثمان حلت من العديد من المصائب. الحمد لله لم يتأذى أحد وقد عدتن للقبيلة. نحن في القبيلة لنعتني بأمانة سيدنا، لن أنشغل الآن بالوقوف وشرح أخطائك. ما الفائدة من الشرح لمن لا يفهم؟ لقد أقسم ألا يسمع. معك حق بذلك، لا أحد يعرف من لا يفهمون أفضل مني، لكن اعلمنا هذا جيدا، أنتن أخواتي وأمانة أخي لي. لكن أيا كان من يحاول تفريق القبيلة، ليعلم جيدا أنني سأقف ضده طالما أنا سيد هذه القبيلة. أيا كان من ينوي هذا، فأنا سأعاقبه بنفسي.